بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الكرام في كل مكان، طلاب العلوم البيولوجية والعلوم الصحية. طلابنا الكرام، نبدأ اليوم في تسجيل سلسلة من المحاضرات تحت عنوان رئيسي Principles of Human Physiology، أساسيات فيسيولوجيا الإنسان أو أساسيات علم وظائف الأعضاء بالنسبة للإنسان ومفردات هذا المقرر ومحتوى العلمي، إن شاء الله تعالى يناسب عدد كبير جدا من طلابنا الكرام في السنوات الأولى للمرحلة الجامعية في كليات العلوم والتربية والعلوم الصحية الذين يدرسون العلوم البيولوجية وخصوصا علم وظائف الأعضاء. كذلك المادة العلمية اللي موجودة، بما ان احنا بنتكلم عن principles او اساسيات، فممكن جدا تفيد طلابنا الكرام في الثانوية البريطانية الجي سي اس اي، كمان طلابنا في الامريكان دبلومة اللي بيدرسوا موضوعات قريبة من الموضوعات اللي احنا هنتطرق اليها، كذلك طلابنا في الثانوية العامة اللي بيدرسوا البيولوجي باللغة الإنجليزية وبيدرسوا جزء مهم جدا عن الفسيولوجي، بس ما بيدرسوهوش بمفهوم كلمة فسيولوجي أو وظائف أعضاء، بيدرسوه تحت الكلمة العامة اللي هي كلمة بيولوجي أو أحياء. وبالتالي إن شاء الله تعالى نستعين بالله إن يكون محتوى العلمي ومفردات هذا المقرر تناسب هذه المجموعة المتنوعة من طلابنا الكرام، علشان إن شاء الله تعالى نرغبهم في حب علم البيولوجي، حب علم الفسيولوجي، خصوصا إذا كان طلابنا في مرحلة جي سي اس اي أو الأمريكان دبلومة أو الثانوية العامة، يبحثوا عن طموح كبير في الالتحاق بالكليات الصحية، كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وكليات العلوم طبعا. فإن شاء الله تعالى بنستعين بالله إن تكون المادة العلمية شيقة، هنستخدم فيها صور كتير، هنستخدم فيها أنيميشن قدر المستطاع، هنستعين بجداول، هنستعين بأشكال توضيحية حتى يسهل علينا وعليكم توضيح ومفهوم المادة العلمية اللي هنتكلم فيها عن وظائف أعضاء أجهزة الجسم بمكوناتها المختلفة. وإن شاء الله تعالى هيكون المقرر متنوع وممتد على عدد من المحاضرات، وفي كل محاضرة هنضع العنوان الرئيسي للمحاضرة، وقد تشمل أو يشمل العنوان أكثر من محاضرة. يعني مثلا ما نتكلم عن النيرفوس سيستم، الجهاز العصبي، هنتكلم عن نيرفوس سيستم في أكتر من محاضرة، فهنقول جنب كل محاضرة بارت 1 أو بارت 2 عشان طلابنا يسهل لهم بسهولة الانتفاع بالمحاضرة مباشرة بدون البحث عن المحتوى العلمي لكل مكون أو لجميع المحاضرات اللي هي خاصة بالPrinciples of Human Physiology. كمان إن شاء الله تعالى ننتظر منكم تعليقات أو فيدباك عشان نحسن من هذا الأمر ونجود فيه، نطور فيه حتى يستفيد منه طلابنا في كل المستويات العلمية اللي بتدرس علم البيولوجي، وزي ما قلنا هنعمل فوكس عن علم الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء. كمان بنضيف حاجة، معلش ده السلايد الأول اللي بيبقى فيه دايما شرح للي بينضم لينا لأول مرة أو هينضم لينا بعد كده، إن المحتوى العلمي كله الشرح باللغة الإنجليزية، والمادة العلمية مكتوبة في السلايدز كلها باللغة الإنجليزية والأشكال والرسومات وخلافه، ولكن إحنا هيكون عندنا الشرح بلغة عربية ولغة إنجليزية تيسيرا لطلابنا الكرام في مصر وفي الوطن العربي، لأن إحنا مش عارفين، لأن إحنا عارفين إن اللغة الإنجليزية مش اللغة الأم بالنسبة لنا، لكنها لغة العلم وفيها المعلومات الجديدة اللي بنحصل عليها من الأبحاث، ولكن إحنا برضو مطلوب مننا نعرب ومطلوب مننا إن إحنا نشرح باللغة العربية حتى يكون المفهوم أبسط وأوصل لطلابنا،
وانا عارف ان انتم ما شاء الله متفوقين، واللغة الانجليزية لا تشكل عائق بالنسبة لكم، وكمان اللغة العربية ان شاء الله تعالى هيكون الشرح بيها اسهل واوضح. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وان يكون علما ينتفع به لنا ولكم، وعمل صالح لنا الى يوم الدين ولكل اهالينا وامة المسلمين. بعد الشريحة الأولى بنبدأ في التعرف على محتوى هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الكرام في كل مكان. إن شاء الله تعالى بعد فترة توقف كده قصيرة لانشغالي في أشياء كثيرة في المحاضرات ونهاية الفصل الدراسي الثاني، أبدأ معكم أستكمل المحاضرات اللي بدأناها في سلسلة محاضرات Respiratory System. وإن شاء الله تعالى اليوم بنتكلم عن جزء مهم جدا من المعلومات الخاصة بالميكانيزم of respiration، يعني آلية التنفس ومتطلبات حدوث عملية التنفس وبعض المعلومات المهمة اللي هتفيدنا إن شاء الله تعالى في المحاضرات المتبقية في الجهاز التنفسي، واللي إن شاء الله تعالى هحاول أستكملها مباشرة بعد نهاية هذه المحاضرة، حتى تكون لأن الثلاث محاضرات دول، محاضرة النهاردة والمحاضرتين المتبقيتين إن شاء الله إذا كان لينا عمر ونصيب، هيديكم معلومات وفكرة كويسة جدا عن قصة الريسبيريشن. أنا دايما وأبدا بحب مع طلابي أحول المحاضرات والعلم إلى قصة ليها مدلول معين، ليها بداية وليها أحداث وليها نهاية، حتى يكون الموضوع متكاملا ومشوق لطلابنا الكرام، لأن بعض المعلومات العلمية قد تبدو ثقيلة أو فهمها يحتاج لمجهود مع النفس، ولكن إحنا مع بعض إن شاء الله تعالى نحاول نيسر هذا الأمر. وإن كان بحاول أن أجزأ المحاضرات إلى فترات صغيرة عشان بعض الطلاب ما تملش من طول المحاضرة وهي مشروحة، فأرجو أن إحنا حتى اللي فاته معلومة أو محتاج معلومة سبق وشرحناها يرجع ليها عشان نستكمل المنظومة كلها لكل جهاز على حدة إذا أمكن إن شاء الله تعالى. نتكلم عن الميكانيزم of respiration، وإحنا شرحنا قبل كده إن جهاز التنفسي للإنسان بيتركب من مجموعة من الممرات اللي تسمح بدخول الهواء الجوي أثناء عملية الفنتيليشن أو التهوية، يعني تبادل للغازات ما بين غاز أو الهواء الجوي اللي موجود عندنا، بيتكون من نيتروجين وأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبعض التريسز من الغازات الأخرى، لكن مهم جهازنا التنفسي أنه يسمح بمرور هذا الهواء كاملا بكل مكوناته إلى داخل الممرات الهوائية من فتحة الأنف إلى منطقة البلعوم ومنطقة القصبة الهوائية، ثم الدخول إلى المركز الرئيسي لإجراء عملية تبادل الغازات ما بين الانفايرمنت الخارجي والانفايرمنت الداخلي اللي هو خلايا الجسم ممثلة في البداية في الدم اللي هينقل لباقي خلايا وأنسجة الجسم. هنا عندنا منطقة الرئتين هي المركز الرئيسي زي ما انتم شايفين، عملية الفنتيليشن مستمرة، ويمكن هنشرح إن شاء الله تعالى في المحاضرتين القادمتين أو المحاضرة الأخيرة يمكن إن شاء الله بالترتيب كده تكون فيها الكنترول أوف ريسبيريشن، مين اللي بيتحكم في عملية الشهيق والزفير وعملية انقباض العضلات في القفص الصدري وحركة الضلوع، مع زي ما انتم شايفين وقلنا ده في المحاضرة السابقة الحجاب الحاجز كعضلة موجودة تفصل ما بين منطقة التجويف الصدري والتجويف البطني، وليها دور مهم جدا زي ما انتم شايفين في انقباضها في دفع الهواء أثناء عملية الزفير وفي اتساع القفص الصدري أثناء عملية الشهيق، يعني عملية الفنتيليشن مستمرة بطريقة اوتوماتيد سبحان رب العالمين. وزي ما قلت لكم هنبقى ان شاء الله تعالى متشوقين نعرف الطريقة دي جهازنا العصبي بيتحكم فيها ازاي مع بعض المستقبلات المهمة اللي بتحدد كمية الاكسجين اللي في الخلايا،
كمية ثاني أكسيد الكربون اللي لازم تخرج، وحاجة الجسم ليه أو متطلبات الجسم الفسيولوجية طول الوقت. أنا في حالة مجهود، في حالة راحة، في حالة مرض، إيه المتطلبات الفسيولوجية اللي بتسمح لجهاز التنفسي باستخلاص الأكسجين اللازم لإمداد خلايا الجسم؟ طبعا لما هناخد الجزء ده ونكبره، قلنا الجزء الرئيسي اللي هو يمثل الحويصلات الهوائية اللي هي أحد التراكيب الرئيسية في التو لانكس، في الرئتين اللي عندنا، وقلنا عبارة عن شكل كروي زي البالونات، ليها قدرة على الامتلاء بالهواء القادم من الممرات الهوائية اللي هي القصيبات الهوائية، ثم زي ما احنا شايفين محاط بشبكة من البلاد كابيلاريز أو الشعيرات الدموية المحملة بثاني أكسيد الكربون عشان تخرج ثاني أكسيد الكربون القادم من خلايا الجسم وتستقبل الأكسجين وتوصله إلى فين؟ إلى خلايا الجسم بعملية ديناميكية أوتوميتد زي ما قلت ومستمرة. إذا حصل أي مشكلة أو جزء من المشكلة في الرئتين، التنفس أكيد بيتأثر، وكمية الأكسجين اللي داخل الجسم بيحصل ليها بعض الانخفاض، كمية ثاني أكسيد الكربون اللي بتخرج ما بتخرجش كلها، ودي لبعض الناس اللي عندها أمراض في الرئة، الناس المدخنين تنتبه تماما، المدخنين أو أكسيد الكربون وترسبات النيكوتين والمواد اللي موجودة في أي تدخين بتمنع الحويصلات ان هي تنتفخ كاملة او تقوم بحالة حيوية، بحيث ان زي ما احنا شايفين كده طول الوقت هي شغالة، مهمتها اكتساب اكبر كمية من الاكسجين اللي جاي في الهواء الجوي وتوصيله زي ما هنشوف مع بعض اثناء الشرائح القادمة الى الدم بميكانيزم معين هنشرحه، ثم اخراج ثاني اكسيد الكربون. تبدو العملية سهلة، سبحان الله، لان احنا عايشين كده من نعمة ربنا علينا بنعم كتير لا تعد ولا تحصى، اكسجين داخل او هواء داخل وهواء خارج، فاحنا مش حاسين باي مشكله حتى واحنا نايمين بالليل. ويمكن بعضنا يلاحظ اللي عنده دور برد شديد وعنده انسداد في الانف يمكن ما بيقدرش ينام بالليل كويس، بيحس بانه الاكسجين مش داخل كويس وجسمه مش واخد كفايته من الغاز المهم جدا في خلايا الجسم، وبيضطر ان هو يعدل من وضعه او ياخد حاجه تفتح الممرات الهوائيه. فعمليه الفنتيليشن، دخول الهواء واستخلاص الاكسجين، شوف انا بقول ايه، دخول الهواء لان من ضمنه الاكسجين، والمهمه هنا ان انا استخلص الاكسجين واخرج الباقي. مع ثاني اكسيد الكربون بيخرج الجزء الكبير من الهواء اللي هو النيتروجين، اربع تخماس تكوين الهواء مع تريس جازس اللي موجوده عندي. وبالتالي احنا هنتكلم مع بعض ان شاء الله تعالى بعد المقدمه اللي انا قلتها دي، يعني تسهيلا للموضوع اللي هنتكلم عليه مع شرح الميكانيزم اوف ريسبيريشن. Human respiratory system, mechanism of respiration. In humans and higher animals, طبعا human هو النموذج المثالي دايما بنشرح عليه ال physiological functions كلها، مع ال higher animals من ال mammals كلها وال birds وبعض الفقاريات. The cells of different tissue are not in direct contact with atmospheric O2. الخلايا بتاعت جسمي كلها ما عندهاش وسيلة ان هي تكون في دايركت كونتاكت، في اتصال مباشر مع اكسجين اللي موجود في الغلاف الجوي. خلايا جسمنا كثيره ومتنوعه وفي انسجه كثيره، ولازم تحصل على الاكسجين، وهنعرف ليه لازم تحصل على الاكسجين. Therefore the process of respiration، ولذلك هدف واهم عمل بيقوم به الجهاز التنفسي وهو احد الاجهزه في جسمنا هو عمليه الريسبيريشن. The process of respiration needs the presence of the following parameters. محتاجين أربع parameters هنتكلم عليهم لكي تستطيع الـ different tissue أن تحصل على الأكسجين without direct contact. فربنا خلق لينا ميكانيزم معين، structure معين، بيعمل بآلية محددة عشان يوصل الأكسجين اللي خلايا جسمي المتعددة محتاجاه، ولكن ما عندهاش الوسيله انها تكون في دايركت كونتاكت الا من خلال عمليه الايه؟ الريسبيريشن وتركيب ريسبيراتوري سيستم اللي احنا شرحناه قبل كده. ايه الاربع بارامترز؟ طبعا
بداية يجب أن يتوافر عندي أكسجين سبلاي. ونمبر 1 أن أكسجين سبلاي from atmospheric air or oxygen dissolved in water. ده للحيوانات اللي بتعيش في البيئات المائية، فيجب كمان أن الأكسجين يكون متوفر ودايب في المية، بمعنى أن في بعض البيئات المائية بيكون فيها نسبة الأكسجين أقل من المستوى الطبيعي اللازم لكفاية المخلوقات البحرية اللي عايشة وبتستهلكه في التنفس الهوائي اللي هو فيه أكسجين طبعا. وبالتالي بنلاقي أن بعض هذه الحيوانات تنفق أو تموت وتظهر على السطح لقلة الأكسجين بأسباب كثيرة، أسباب تلوث، أسباب تخمر المية، أسباب حاجات كثيرة جدا ليها علاقة بقلة الأكسجين فين؟ في الديسولفيد ووتر. طب في الاتموسفير ممكن يكون عندي كميه اكسجين قليله؟ اه، لو احنا طلعنا ارتفاعات عاليه قوي فوق سطح البحر في الجبال الشاهقه، في بعض الناس وبعض الاشخاص عايشه فيها وبعض الحيوانات، فهنا بيكون عندي الاكسجين سبلاي قليل، اقل من الاكسجين اللي موجود في الهواء او الهواء المحيط بينا على مستوى سطح البحر. ليه؟ لان الاكسجين له علاقه بالضغط الجوي، وكلما طلعنا ارتفاعات عاليه جدا بيقل الاكسجين اللي موجود لعلاقته بمستوى الضغط الجوي اللي موجود في الارتفاعات الشاهقه اللي هو كمان بيقل شويه. طبعا نزلنا في اعماق البحار بنلاقي الناس الغواصين بتلبس تنكات اكسجين دايب طبعا في غازات اخرى على اساس انه يبقى ده السبلاي بتاعه، لانه بينزل في ضغط عالي جدا فلازم يكون منظم دخول الاكسجين في جسم الانسان في هذه المنطقه. ولذلك الاكسجين سبلاي يجب ان يكون متوفرا بدرجه مناسبه طبيعيه حتى تتم الخطوه الاولى اللي هي عمليه ادخال الاكسجين داخل الرئتين، دي الخطوة الأولى. طبعا بعض الأشخاص المرضى اللي بيعانوا من مشاكل في قدرة على إدخال الهواء المحمى بالأكسجين، الأكسجين ممكن يكون نسبته كويسة في الجو المحيط بينا، لكن بعض الأشخاص زي ما قلت اللي عنده انسداد في الأنف أو اللي عنده مشكلة في الرئتين أو الميكانيزم ده مش شغال مظبوط، بيحطوا له إيه؟ بيحطوا له بامب زي ما احنا شفنا في الصورة الأولانية، فنتليتور، إن هو يديله ويدفع الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون. يبقى ده أول بارامتر عندنا. تمام. تاني بارامتر زي ما احنا شايفين كده في الصورة عندي، البارامتر الأولاني اللي هو الأكسجين سبلاي اللي هو هيبتدي يدخل من خلال الممرات الأنفية ويتم دخوله ووصوله إلى الرئتين. يبقى ده رقم واحد يجب أن يكون متوفر بالكم المطلوب. ثم بعد ما الأكسجين توفر ودخل الرئتين لازم يكون عندي إيه بقى؟ لازم يكون عندي respiratory surface اللي هو السطح التنفسي اللي هيحصل عليه ايه. لو قلت لك عرف لي respiratory surface هتقول لي which the surface in which exchange of gases occurs. دي المنطقة لو كبرنا بقى جزء من اللونج ودخلنا في تركيب الالوفيولاي، فالالوفيولاي اللي قلنا بقى عليها الجدار بتاعها في السطح التنفسي اللي هو يبقى عندنا اللي فوق ده اللي هو باللون اللبني الفاتح ده او الازرق ده اللي هو الابيثيليوم اوف الفيولاي، ده السطح التنفسي اللي هيتم من خلاله المرحله الاولى لتبادل الغازات. طب ليه بقول المرحله الاولى لتبادل الغازات؟ لان في مرحله ثانيه لتبادل الغازات مع خلايا الجسم. فالمرحله الاولى هي الاير اللي داخل عندي هنا، شايفين اهو الاير اللي داخل محمل بالاكسجين، المفروض ان انا عايز اخد الاكسجين وماليش دعوه بباقي المكونات. فعشان اخد الاكسجين وماليش دعوه بباقي المكونات لازم اتوفر عندي ريسبيراتوري سيرفيس رقم واحد اللي احنا هنا بنعتبره معلش رقم اثنين في البارامترز، يتوفر ريسبيراتوري سيستم عشان ده اللي من خلاله هيتم مرور الاكسجين. طيب الى مين؟ زي ما انتم شايفين كده مرور الاكسجين الى مين بقى؟ الى البارامتر رقم ثلاثة لماده او مكون مهم جدا له القدرة بالارتباط على الأكسجين بنهم شديد، بقابلية شديدة، بجاذبية شديدة، أي تعبير مناسب. يبقى respiratory pigment اللي هي بتسمى الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده موجود فين؟ ده موجود أيوة
داخل تكوين كرات الدم الحمراء التي تسبح في البلاد ستريم. البلاد عندي هنا ماشي، وزي ما احنا شايفين كابيلاريز منتشره حوالين الالوفيولاي بكثافه عاليه جدا جدا جدا، لان دي المنطقه الوحيده التي نستطيع يكون فيها دايركت كونتاكت. ها مع مين؟ مع الايه. لكن باقي خلايا جسمي مفيش دايركت كونتاكت، يبقى دي المنطقه. وبالتالي ممكن نعتبر ريسبيراتوري سيرفيس هو منطقه الدايركت كونتاكت ما بين اول تيشو موجوده عندي في جسمي اللي هو البلد، ومنطقه الخلايا الابسيليال سيلز اللي موجوده في الريسبيراتوري سيرفيس. وبالتالي انا هنا نجحت في استخلاص الاكسجين من الاير، تمام، ده اللي انا محتاجه والباقي مش محتاجه سبحان الله. وربنا خلق لينا بقى صبغ معين، مادة معينة تسمى هيموجلوبين which is formed of a protein part، جزء بروتيني يسمى جلوبين وجزء نون بروتيني وجزء مش بروتيني اللي هو الهيم اللي فيه الحديد. الحديد مهم جدا لثبات وتكوين الهيموجلوبين وتشبعه بايه بقى؟ بالاكسجين. ها از ريسبيراتوري سيرفيس، في منطقة الريسبيراتوري سيرفيس دي فانا عندي هنا سيرفيس يمثل الالوفيولاي وطبقة من الخلايا تمثل بلاد كابيلاريز اللي هي الاندوثيليال سيلز. في المنطقة دي لو الاثنين دول جمعتهم مع بعض، ودي شرحناها المحاضرة الماضية، ده هسميه مجازا ريسبيراتوري سيرفيس، اللي من خلاله هيبتدي الاكسجين اللي موجود في الاير ينتقل ينجذب. شفت سبحان الله ينجذب ليه؟ لان الهيموجلوبين هنا اللي جاي من خلايا جسمي اللي هو باللون الازرق ده جاي ليه؟ جاي فاضي من الاكسجين، كمية الاكسجين اللي فيه قليلة مقارنة بكمية الأكسجين اللي داخلة، ولذلك فروق الضغط في الأكسجين اللي بيكون ضغطه كبير قوي هنا وكميته كبيرة في الألوفيولاي، وكمية هنا في الار بي سيز والاتش بي الدم اللي جاي من الجسم قليلة، يسمح على طول بدخول الأكسجين. كمان الفاكتور المهم هو قابلية الهيموجلوبين كصبغ تكوينه يسمح بجذب الاكسجين وارتباطه به بدرجه عاليه جدا، يتشبع باكبر كميه من الاكسجين، دوله الهيموجلوبين كامل، مفيش فيه نقص، مفيش فيه نوع من انواع الانيميا. وبالتالي انا محتاج ايه؟ الاكسجين. طب باقي الغازات مفيش حاجه ترتبط بيها، ولذلك تخرج مع الهواء المندفع في ثاني اكسيد او مع ثاني اكسيد الكربون في هواء الزفير. يبقى از ريسبيراتوري سيرفيس هيموجلوبين يونتس ويز اكسجين، ودي الميزه، فورمينج ماده بتسمى اوكسي هيموجلوبين which is an unstable compound. ليه unstable compound؟ لان المطلوب ان الماده دي ما تفضلش مرتبطه، يعني الاكسجين مع الهيموجلوبين هو انا مطلوب يرتبط فقط في المنطقه دي، لكن لما هنشوف بقى ويوصل لخلايا الجسم المفروض يكون الارتباط ده ايه؟ سهل انه يتفك، سهل ان هو يحصل فيه نوع من انواع ايه؟ الديسوشيشن، يعني ان انا بترك الجزء الاكسي ده ها ويفضل الهيموجلوبين، بتركه لمين؟ بتركه عشان يخش الخلايا. ودي النقطة رقم اتنين اللي هي خاصة بإيه بقى؟ خاصة بالجاز اكستشينج مع خلايا جسمي اللي هي ما عندهاش دايركت كونتاكت مع الأكسجين، لكن أنا وفرت لها إيه بقى؟ وفرت لها ريسبيراتوري بيجمنت. والفاكتور رقم أربعة اللي هنشوفه في الشريحة القادمة اسمه إيه؟ ترانسبورتنج ميديوم، لأن الدم ده لما بيتحمل بالاكسجين على الهيموجلوبين مطلوب ان هو يمشي مسافات كبيره جدا ويصل الى ابعد خلايا جسمي. مين اللي هيمشيه؟ الدم، من خلال الدوره الدمويه، من خلال ضخ القلب للدم، وبالتالي ده بيسموه ترانسبورتنج ميديوم. يبقى هنا ارتبطت وعملت الدايركت كونتاكت مع الاكسجين، ثم هوصله بقى الى خلايا جسمي المختلفه عشان اعمل النقطه الثانيه من الجاز اكستشينج، عن طريق ان الرابطه اللي موجوده بين الهيموجلوبين والاكسجين رابطه ضعيفه unstable that is transported by the body from the respiratory organs. خلاص خلصت المهمه بتاعتها respiratory organs وتستمر طبعا، والدم اللي موجود عندي هنا بيروح للبودي تيشوز where it is dissociated، يعني باخد جزء الاكسجين ده واسيب الهيموجلوبين يرجع تاني ويعمل نفس الدور، وريليز الاكسجين فين؟ في خلايا جسمي في مرحلة التبادل الآخر للغازات اللي هنشوفه لاحقا. البارامتر رقم 4 Transporting Medium اللي احنا قلنا عليه وذكرناه في الصورة السابقة، طبعا Transporting Medium اللي هو البلد اللي بيسبح فيه كرات الدم الحمراء
بمكونها الاساسي اللي هو الهيموجلوبين اللي قلنا بيتحد بالاكسجين. يبقى ترانسبورتنج ميديوم اللي هو البلاد فور ذا ترانسبورتيشن اوف جازز تو اند فروم ذا تيشو. تو يعني جايب لها الدم المحمل بالاكسجين، وفروم بياخد الدم المحمل بثاني اكسيد الكربون. ان اديشن تو ذا ترانسبورت اوف اكسجين، نيجي للغاز الثاني بقى اللي هو نواتج عمليات الايه الايض اللي بتتوالد او بتتعمل داخل خلايا جسمي، نواتج عنها الغاز الاخر اللي هو كربون دايكسيد، المفروض انه يحصل له اكسشينج اي اخراجه من خلايا الجسم المختلفه، اخراجه من التيشوز اللي موجوده عندي. ولذلك الكربون دايكسيد له طريقتين، كومبايند ويز صوديوم اند بوتاسيوم ويعمل لي البايكربونات سولت، وده له دور مهم جدا في بعض وتنظيم البافرنج او عمليات البافرنج للدم والحفاظ على البي اتش في الليمت المفروض هو يميل الى القاعديه شويه بواسطه هذا الاتحاد، وجزء منه بيتحد مع المايه الموجوده في البلازما ويعمل لي برضو كربونيك اسيد، وجزء منه بيتحمل على الهيموجلوبين نفسه كويس. ولكن زي ما شايفين الكربون دايكسيد له اكتر ثلاث تقريبا وسائل للتخلص منه، ببلازما وتحويله الى كربونيك اسيد، او من خلال ارتباطه بالهيموجلوبين which are transported to the respiratory organ where CO2 is discharged، يخرج مع هواء الزفير طبعا لبرضه البارشل بريشر بتاعه to the outside. Moreover, small amount of CO2 combines with hemoglobin and is thus carried to the lungs where it is a liberated. الصور اللي احنا دايما بنستخدمها عشان تخلي طلابنا كده الامور واضحه بالنسبه لهم، فبيقول لي ان لارج مالتي سيلولر اورجانيزمز اللي هي زي الهيومن طبعا، الجاز اكسشينج از ا تو ستيج بروسيس، زي ما قلت لكم هو بيحصل مرتين، مره من خلال ريسبيراتوري سيرفيس مع البلاد كابيلاريز بتاعه اللنج، وبدخل فيها كم الاكسجين المناسب وبخرج ثاني اكسيد الكربون في عمليه تبادليه بنسميها اكسشينج. Respiratory gases exchanged between the external environment and the organism's circulatory system. النوع الثاني من الجاز اكسشينج مع خلايا الجسم، ادي خلايا الجسم بقى وصل لها الدم محمل بالاكسجين، هنا تركيز عالي اكسجين، هنا تركيز قليل اكسجين، على طول بيستهلك في السيلولار ريسبيريشن، هتكلم عليه المحاضرة دي والمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. ولذلك بيكون في نهم وحاجة إلى كم الأكسجين الكبير اللي هنا، ينتقل بسهولة جدا بواسطة الديفيوجن مع السيل ممبرين، والخلايا بتكون بقى محملة بكم كبير من ثاني أكسيد الكربون، لأن هنا حصل ميتابوليزم وحصل أيض فنتج عنه من العمليات الحيوية ثاني أكسيد الكربون، فلازم يحصل جاز اكسشينج آخر ويخرج ثاني أكسيد الكربون ويعود مع الدم اللي راجع للقلب والدم اللي يصل الى الرئه عشان تاني تحصل الايه الخطوه رقم واحد. يبقى الخطوه بتاعت رقم 2 في الجاز اكسشينج، respiratory gases are exchanged between the circulatory system and the cells اللي احنا قلنا ما عندهاش دايركت كونتاكت، فهنا يجي لها بقى ويوصل لها delivery مخصوص كده مش محتاج دايركت كونتاكت. And the cells involved in cellular respiration، وده مهم جدا وهنخصص له محاضره القادمه ان شاء الله تعالى عشان نشرحه طلابنا الكرام ان شاء الله بمفهوم طيب كده ويفهموه. طيب احنا قلنا ان الجاز اكسشينج بيحصل على خطوتين، خطوه في الرئه وخطوه مع خلايا الجسم. طب ليه بيحصل بقى؟ لازم نشرحه ولازم نفهم ايه النظرية وراء العملية دي اللي بتخلي انها تتم بسهولة كده، غاز ينتقل من منطقة وغاز تاني يخرج من منطقة. ففي قوانين بتشرح ده ببساطة شديدة، هي قوانين فيزيائية سهلة بسيطة جدا. فالجازيس اكسشينج اوكيرز اكوردنج تو ذا لوز اوف ديفيوجن، ليه القوانين بتاعت الديفيوجن اللي هو الانتقال البسيط، اي اي ذا جاز باسز through membranes from the one medium where it has a higher partial pressure to another in which the same gas نفس الغاز has a lower partial pressure، يعني من التركيز او الضغط الاعلى الى الضغط الاقل. غاز ثاني اكسيد الكربون اللي داخل من هواء الجوي تركيزه والبارشال بريشر بتاعه اعلى من الاكسجين، غاز الاكسجين، انا قلت غلط ولا قلت صح؟ غاز الاكسجين، نرجع هنا على الرسم،
الانسبايرد اير ده الهواء اللي داخل بيكون فيه الاكسجين زي ما احنا شايفين الرقم ده تقريبا 160 البارشال بريشر بتاع الاكسجين 160 تمام، ده الانسبايرد اير. ثاني اكسيد الكربون طبعا مقارنه بيه من الهواء اللي داخل 3 من 10 ولذلك الاكسجين هو العالي قوي. طب هنا يبقى التركيز عالي لمين؟ للاكسجين اللي داخل. هيبقى ايه بقى؟ سهل انتقاله من التركيز العالي او الضغط البريشر العالي الى البريشر الواطي اللي هو موجود فين بقى؟ داخل الالوفيولاي. داخل مين؟ داخل زي ما انتم شايفين الحويصلات الهوائيه. عن طريق مين بقى؟ عن طريق الكابيلاريز بتاعه البلمونري سيركيوليشن. كويس، يبقى هنا فرق الضغط هو اللي بيلعب دور في دخول الاكسجين. نمشي كده مع بعض، هنمسك الاكسجين الاول. يبقى فرق الضغط هنا بتاع الاكسجين هو اللي خلاه يمر الى مين؟ الى داخل الالوفيولاي. كويس، لما مر الاكسجين اللي عندي هنا ده هنسميه ايه بقى؟ هنسميه اكسترنال ريسبيريشن، وهنشرح ده لاحقا بسهوله. اكسترنال ريسبيريشن يعني ايه؟ يعني التنفس الخارجي، لانه له علاقه بالهواء اللي من خارج جسم الانسان. يبقى دي مرحله تبادل الاكسجين مع الحويصلات وادخاله ثم مروره الى مين بقى؟ ثم مروره الى البلمونري فينز اللي هو الوريد الرئوي اللي هيرجعه للقلب عشان يتم ضخه فين؟ في سيستميك سيركيوليشن الاورطه اللي هو هيعمل ايه بقى؟ هيوزع لخلايا الجسم المختلفه اللي هي محتاجه هذا الاكسجين. طيب احنا قلنا مشينا مع الاكسجين ده في الانسبايرد اير تمام. في الالوفيولاي لما يخش اللنج هنا البريشر ده هيبقى 104 حسب القياسات اللي ايه اللي تم قياسها. كويس، في البريشر 104. نشوف هنا بقى الالوفيولاي نفسها اصبح فيها الضغط بتاع ثاني اكسيد الكربون كام؟ 40. هو دخل 3، طب الباقي ده جه منين؟ الزياده دي جت منين؟ جت منين؟ ايوه، جت من الهواء اللي راجع ها من الجسم وبيتم ضخه من القلب البلمونري ارتريز من الشرايين الرئويه زي ما بيقولوا الازرق ده محمل بثاني اكسيد الكربون. فاصبح ثاني اكسيد الكربون هنا ايه؟ اعلى من ثاني اكسيد الكربون اللي داخل معايا في الهواء الجوي. فالعلو ده بيخليه ايه؟ يخرج برضو من التركيز العالي او البريشر العالي الى خارج الجسم. طيب يبقى هنا عندي دخل الاكسجين بناء على بارشال بريشر عالي وخرج ثاني اكسيد الكربون بناء على بارشال بريشر عالي في ايه؟ في الالوفيولاي. طب مشي هنا، شوف هنا بقى البلمونري فينز بيكون البارشال بريشر فيها اللي هو الدم اللي جايب الاكسجين للقلب تقريبا المستوى بتاعه بيهبط الى 100 من 104 ل 100 تقريبا. اوكي تمام، بس ما زال ايه؟ عالي. يدخل الى الاذين الايمن ثم بعديها الى البطين الايمن ثم يتم ضخه في السيستميك سيركيوليشن عشان بعد كده يحصل ايه بقى؟ يحصل عندي عمليه تبادل للغازات في منطقه الايه؟ خلايا جسمي. طبعا خلايا جسمي هنا عندي وهي منتظره الاكسجين بيكون كم الاكسجين اللي فيها قليل. طب ليه قليل؟ لان الاكسجين بيستهلك على طول، بيتم استخدامه في عمليات الاكسده وعمليات اطلاق الطاقه داخل خلايا جسمي. تمام، يبقى هنا عندي في الدم اللي واصل للاذين ومن بيتم ضخه للبطين عشان من القلب يعود الى السيستميك سيركيوليشن بيكون بلاد ليفينج لانجز اند انترينج تيشو كابيلاريز. ده بيكون ايه؟ ضغط الاكسجين 100 زي اللي جاي في من الالوفيولاي وثاني اكسيد الكربون 40. طب حد هيقول لي هو ليه ثاني اكسيد الكربون هنا تقريبا 40؟ لان ثاني اكسيد الكربون جزء منه بيظل داخل الدوره الدمويه لان قلنا له دور في الحفاظ على ايه؟ في الحفاظ على البي اتش بتاع الدم وتكوين حمض الكربونيك وعمليه البفرنج. ففي جزء من ثاني اكسيد الكربون بيظل موجودا، لكن لما هنصل الى التيشو بقى هلاقي الاكسجين. شوف المنظر هنا، الاكسجين قليل قوي في التيشو كويس، لكنه عالي فين؟ في الدم اللي جاي للتيشو. طيب يبقى هو قليل جوه التيشو وعالي في الدم اللي جاي للتيشو، هيبقى الانتقال لايه؟ انتقال بسهوله من الدم ده الى مين؟ داخل التيشو. تمام، هنا بقى بيقول لي البي او 2 للزان 40
والعكس بقى يبتدي ثاني اكسيد الكربون يبقى اعلى، لان ده نواتج عمليات استخدام الاكسجين المستمره والخليه لا تتوقف عن هذا. طب ثاني اكسيد الكربون بقى هنا عالي، يبقى العالي الى الدم مره اخرى، وده اللي هنسميه internal respiration او second step of gas exchanges. دي الفيرست ستيب اوف جاز exchanges في الاكسترنال، وهنا هنسميه internal اللي داخل الخلايا اللي ملهاش دايركت. هنا في دايركت كونتاكت، هنا مش دايركت كونتاكت، هنا delivery وانترنال ريسبيريشن بيتم. ثم السيستميك فين بقى يعود الى القلب محملا بثاني اكسيد الكربون اعلى. شوف المنطقه الوحيده اللي هنشوف فيها ثاني اكسيد الكربون اعلى بريشر بتاعه في الجزء ده وفي داخل التيشوز اثناء استقبالها للاكسجين بعد عمليات الايه الميتابوليزم. فهيحصل ايه هنا عندي؟ هيحصل ان ثاني اكسيد الكربون يندفع مع الدم اللي راجع للقلب، القلب يدفعه عن طريق البلمونري ارتريز الى الالفيولاي ويتخلص من ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيكون طبعا عالي، وزي ما شايفين الاكسجين قليل، وتعود الاليه تاني الى وضعها. يبقى احنا هنا عندنا ايه بقى؟ عندنا internal respiration و external respiration، دول two gas exchanges، سهم رايح جاي اهو. Two gas exchanges. في الاكسترنال ريسبيريشن الخطوه الاولى between environment and lungs، وده اللي مستلزمه الايه؟ يستلزم وجود respiratory surface، ويستلزم وجود ايه بقى؟ البيجمنت اللي موجوده عندنا ومع الترانسبورتنج ميديوم. كويس، هنا دخلنا الاكسجين. ثم الخطوه الثانيه للجاز اكسشينج بتوين خلايا جسمي، بدخل الاكسجين وبخرج ثاني اكسيد الكربون بتوين بلاد اند سيلز، وبالتالي اللي بيحصل ايه عندي؟ بيحصل الخطوتين بتوع تبادل الغازات نتيجه فروقات الضغط اللي احنا شرحناها عندنا. وفروقات الضغط معناها ببساطه فروقات التركيز اللي موجوده ما بين الغازين في كل منطقه من مناطق جسمي. ارجو ان هي تكون واضحه طلابنا الكرام، وعذرا اذا كان في حاجه مش واضحه. نستكمل مع بعض الجزء المتبقي من الميكانيزم اوف ريسبيريشن بعد ما اوضحنا متطلبات حدوث عمليه التنفس للانسان او للهاير انيمالز من وجود اكسجين سبلاي، سواء في الانفايرمنت الخاص بالهواء الجوي العادي او في دايب في الميه، ده بيكون متوفر بكميات مناسبه. ثم قلنا ان انا يكون عندي حاجه اسمها ريسبيراتوري سيرفيس اللي هو الجدار الفاصل ما بين الكابيلاريز بتاعه الدم اللي راح للرئه والالوفيولاي. ثم ان عندي في رقم 3 ريسبيراتوري بيجمنت اللي هي التركيب الاعجازي اللي هو الهيموجلوبين اللي موجود في كرات الدم الحمراء اللي عنده قدرات هائله على استخلاص الاكسجين من الهواء الجوي اللي موجود واللي داخل محتوي على غازات كتيره، والاكسجين يمثل خمسه تقريبا يستخلصه ويرتبط بيه بخاصيه مميزه جدا وبكميات كبيره اذا كانت الامور طيبه، وكم الهيموجلوبين موجود داخل الار بي سيز بكميات طبيعيه مفيش فيه نقص. وبعد كده الترانسبورتنج ميديوم، ان الهيموجلوبين اللي موجود داخل كرات الدم الحمراء اللي موجوده بالملايين او بالمليارات بمعنى اصح في السيركوليشن كلها بتدور من خلال الدوره الدمويه عشان تصل الى كل اجزاء الجسم. يتبقى لينا معرفه العمليه داخل جهازنا التنفسي بتتم على ثلاث مراحل مهمه جدا. الهاير انيمالز اور هيومن ريسبيريشن تيكس بليس اون 3 ستيبس. ذا فيرست وان از اكسترنال ريسبيريشن، وهو التنفس الخارجي، ويمكن نوهنا عنه في احد الشرايح. تعريفه ايه؟ ان ويتش اكسشينج اوف اوكسجين اند كربون دايوكسيد. المرحله الاولى من الاكسشينج، وقلنا هما مرحلتين في الاكسترنال، دي المرحله الاولى تبادل ما بين الاكسجين اللي داخل من الممرات الهوائيه وملأ الحويصلات الهوائيه، واخراج ثاني اكسيد الكربون اللي راجع من الدم ناتج عمليات الايه الميتابوليزم داخل خلايا الجسم. يبقى ده الاكسشينج اللي تيكس بليس بتوين الاير اللي موجود في اللنج المملوءه بيه، or water لو في حالة الجلز في الحيوانات المائية، and the blood of the pulmonary circulation. زي ما احنا شرحنا وفصلنا قبل كده، المنطقة الاكسترنال ريسبيريشن مقصود بها التبادل بين الهواء الجوي بما يحتويه من اكسجين مع
السنتر الاساسي لعمليه دخول الهواء، لان ده اللي فيه دايركت كونتاكت من خلال الممرات الهوائيه، والمنطقه البلموندري سيركيوليشن اللي احنا حددناها بالمربع الاحمر اللي عندنا ده. نجيب الليزر كده ايوه بوينتر بتاعنا، ونشوف هنا ده بيمثل الكابيلاريز بتاعه البلمونري سيركيوليشن اللي بتخش على كل الملايين اللانج الفيولاي اللي موجوده عندي هنا. فالاكسترنال ريسبيريشن من خلال بلمونري كابيلاريز، كل اللي مقصود ان انا بعمل اكستشينج ما بين الهواء الجوي واستخلص الاكسجين. نتيجه ايه بقى؟ نتيجه البارشال بريشر اللي احنا حكينا عليه او شرحناه، وجود اختلاف في التركيزات للاكسجين اللي داخل هنا اعلى من الاكسجين اللي موجود في الدم اللي واصل اهو، ده داخل اهو على الرئتين، لونه ازرق شويه، محمل بثاني اكسيد الكربون وقليل من الاكسجين، وبالتالي الاكسجين هينتقل. طب الكتير من ثاني اكسيد الكربون ينتقل الى الخارج عشان يخرج في هواء الزفير. كل الآلية اللي بتتم عندي هنا تحتاج إلى وجود فروقات في الضغط. كمان الجهاز بارشال بريشر one of the main factors لإحداث الاكسترنال ريسبيريشن وباقي الريسبيريشن اللي هنتكلم عليه. تاني فاكتور الانتجريتي اوف لانج ممبرينز والبلاد فلو ان اند اوت اوف ذا لانج. زي ما احنا شايفين ادي اللنج لوفيولاي، تمثيل صوره تانية زياده بتقول لي هنا الاكسجين في الايه الشعيرات اللي موجوده عندي هنا الدقيقه المحيطه بكل المنطقه دي، ودي اللي بتمثل بالمونري سيركيوليشن. الدم هو ماشي زي ما شايفين كرات دم حمراء كتيره جدا بتسلم ثاني اكسيد الكربون نتيجه البارشال بريشر. هنا بيبقى ثاني اكسيد الكربون كتير وبره قليل فينتقل، هنا الاكسجين كتير وجوه قليل فينتقل، يبقى ده البارشال بريشر ديفرنسز مع الانتجريتي اوف لانج ممبرين اللي هي الممبرين اللي موجوده عندي هنا ما بين اللانج الوفيلاي ممبرين الابيثيليال سيلز والاندوثيليال سيلز بتاعت مين؟ بتاعت الكابيلاري بتاعت الشعيرات الدمويه. يبقى هنا الانتجريتي يعني دي سليمه، الممبرين هنا ما فيش اي ديفكت فيه، ما فيش اي مرض، ما فيش والعياذ بالله ترسب مواد زي السموكينج بارتكلز اللي هي بتاعت التدخين وتمنع عمليه الايه انتقال الغازات او اي اصابه في الرئه، فقد جزء من الرئه او تلف جزء من الرئه لبعض الامراض، او ترسب مواد مخاطيه نتيجه اللي هو التهاب الشعبي ويخلي الرئه هنا ايه المخاط يمنع الايه الانتجريتي انها تكون سليمه، ولذلك ده فاكتور مهم. فاكتور رقم 3 البلاد فلو. البلاد فلو ده لازم يكون ماشي سريع، اللي هو داخل اللي بيسموه البلاد فلو ان اند اوت، ان اللي هو داخل ده للالوفيولاي، واوت اللي هو خارج من الالوفيولاي، وده المقصود بان ان اللي بيضخه البطين الايمن تمام اللي هو باللون الازرق ده من خلال البلمونري ارتري عشان يدخل محمل بثاني اكسيد الكربون، والاوت لازم يكون برضو سالك. سالك يعني ايه؟ مفيش فيه جلطات، مفيش فيه اوبستراكشنز، مفيش فيه اي عوامل من ترسب مثلا كوليسترول وخلافه تخلي البلاد سيركوليشن دي ضعيفه هنا. وبالتالي لو البلاد سيركوليشن بتاعه الدم اللي داخل والدم اللي خارج سليمه فهلاقي البلاد سريع يسلم ويستلم الغازات ويحصل الجاز اكستشينج بسهوله، وده الاكسترنال ريسبيريشن. نستكمل مع الخطوة رقم 2، هتبقى بقى اللي داخل الجسم، داخل خلايا الجسم، هتسمى internal respiration، وده في الخطوة رقم 2 من الجاز exchange in which exchange of gases takes place between the systemic blood flow and the tissue. systemic اللي هو الدم اللي اهو ده systemic circulation، شايفين كده؟ همشي كده معاه، ده من الجزء الأيسر من القلب، ده سيستميك سيركيوليشن،
سيستميك سيركيوليشن، يعني بيصل. شايفين كده انا ماشي مع، هنجيب الليزر بوينتر تاني، ده كده السيستميك سيركيوليشن، وهنزل كده هروح بيروح لفين بقى؟ لكابيلاريز كتيره قوي اللي هي بتروح للتشوز بتاعت الخلايا جسمي كلها، تمام. سيستميك يعني جهازي، دي الدوره الجهازيه، ودي منطقه بقى انتقال الغاز ما بين الغاز بقى اللي هو هنا مين؟ اكسجين، تمام، كتير محمل بكميات كبيره، كويس. ده هنا البارشال بريشر بيكون عالي زي ما انتم شايفين، الاكسجين هنا. ادي جبنا تاني الجزء بتاع البارشال بريشر، وبنقول هنا الجزء الخاص بايه؟ بالاكسجين عالي، وجاي من الرئتين نزل في الاذين الايسر وراح للبطين الايسر، ثم تم ضخه ووصل الى خلايا الجسم. هنا عندي الاكسجين عالي وثاني اكسيد الكربون قليل، في خلايا الجسم هيسلم الاكسجين وهيستلم ثاني اكسيد الكربون، ده الانترنال ريسبيريشن. طبعا هنا هيقول لي الاكسجين قليل، طبعا الاكسجين هنا بيستهلك على طول داخل الخلايا، وعشان كده الخلايا دائما وابدا في حاله احتياج للاكسجين، وهنا ده اللي بيخلي فيه فرق بريشر عالي للثاني اكسيد الكربون على حساب الاكسجين داخل الخلايا فقط. ثم ثاني اكسيد الكربون يتم ضخه، ده الاكسشينج اوف جازز للاثنين مع بعض في الانترنال ريسبيريشن او اكسترنال ستيب، يخرج للأذين الخاص باستلام الدم اللي هو الأذين الأيمن، ثم البطين الأيمن، ثم يذهب للمنطقة بتاعت الاكسترنال ريسبيريشن، وبالتالي الدورة تستكمل عندي. هنا برضو وجبنا صورة تانية نوضح المنطقة اللي موجودة عندي، هنا هي منطقة الخلايا، ادي الخلايا، ادي البلد البودي سيلز، خلايا الجسم، خلايا الجسم مشبعه بثاني اكسيد الكربون لان ده نواتج عمليات ايضيه بتتم هنا في الخطوه رقم 3 اللي هنتكلم عليها، تسمى سيرو ريسبيريشن. فهنا عندي ثاني اكسيد الكربون بارشال بريشر عالي، تركيزه عالي بعكس الاكسجين اللي تم استهلاكه هنا تركيزه قليل. فخلاص الاكسجين هيجي من السيستميك سيركيوليشن، بلاد فلو جاي وينتقل لداخل الخلايا برضه هتستهلكه على طول وينتج ثاني اكسيد الكربون، والدم اللي وراه اللي جاي يخلص، عشان كده السيركيوليشن شغاله على طول لعمليه تبادل الغازات في مرحله الانترنال ريسبيريشن. يبقى هنا على الرسم اكسترنال الجزء الخاص بتبادل الغازات مع الالوفيولاي اللي جاي من هواء جوي، و ها تمام الكابيلاريز اللي موجوده في اللنج. الانترنال ما بين الكابيلاريز بتاعه السيستميك سيركيوليشن اللي هي الدوره الدمويه الجهازيه اللي بتوزع ايه كل حاجه على خلايا الجسم من ضمنها الاكسجين، طبعا هي بتوزع وهي واصله للخلايا مع الاكسجين كل النيوترينتس وكل الهرمونات وكل اللي محتاجاه الخلايا عشان تنظم اعمالها. يبقى دي الخطوه رقم 2. في الشريحة دي طلابنا الكرام هنحط مجموعة illustrations أو صور نلخص فيه اللي اتكلمنا عليه بصورة يمكن تساعدكم أكتر في فهم الأمور، لأن illustrations بحس إن هي شوية بتكون أكثر وضوحا من بعض الكلام الكتير. الجاز exchange اللي موجود في اللنج، ودي المنطقة بتاعت الاكسترنال ريسبيريشن، آدي الجانب بتاع اللنج، تمام، في الاكسجين عندي وفي ثاني اكسيد الكربون اللي خارج من كرات الدم الحمراء او بلازما الدم. هنا عندي زي ما احنا شايفين ادي البلاد فلو، البلاد فلو ان ذا بلمونري كابيلاري، كبرنا الصوره شويه عشان نشوف البلاد فلو اللي موجوده عندي. كرات الدم الحمراء موجوده باعداد هائله، طبعا كرات الدم الحمراء دي جواها الهيموجلوبين اللي اساس عمله ارتباط بالاكسجين لوجود بريشر عالي الاكسجين بره في الالوفيولاي عن جوه كرات الدم فينتقل. وهنا زي ما احنا شايفين كره الدم بتكون لسه لونها يحمل لون ازرق شويه لان كره الدم دي ما زالت محمله بثاني اكسيد الكربون وبتخرجه بره. كره الدم اللي سبقتها تخلصت زي ما شايفين لونها محمر الجزء الاسفل هنا مش لون ازرق، لان هي سبق وخلصت ثاني اكسيد الكربون وخدت الكم الكامل من الاكسجين فبقى لونها احمر فاتح، ودي الظاهره بتاعه ارتباط الاكسجين بالهيموجلوبين يصبح اللون بتاع كره الدم احمر
فاتح، وده مميز جدا عشان تبقى كرة الدم مشبعة بالأكسجين. ده اللي هو المنطقة بتاعة الاكسترنال ريسبيريشن. والسطح تاني بنضيف بقى المعلومة بتاعة الجزء الأول اللي هو السطح اللي هو الابيثيليال سيلز اللي هو السطح التنفسي ريسبيراتوري سيرفيس، والسطح التنفسي بتاع البلاد كابيلاري. وهنا دي لو السطحين دول الخلايا سليمة وما عنديش أي مشكلة بيبقى الانتقال هنا سهل. يبقى ده الجزء التشينج اللي موجود في منطقة اللنج. طيب ننتقل إلى لوحة تانية بتقول لنا الجاز اكسشينج اند ترانسبورت ان جنرال سيركيوليشن. نيجي للترانسبورت، خلاص اللنج هنا سلمت كل الاكسجين كويس، وسلمته لمين؟ سلمته للهيموجلوبين اللي موجود داخل الايه؟ كرات الدم الحمراء. طبعا جزيئات الهيموجلوبين بالملايين في كل كوره حمراء، في كل كوره حمراء. فنلاحظ هنا ان كل جزيء هيموجلوبين يرتبط باربع وحدات او اربع ذرات اكسجين، فنتخيل الكم الهائل اللي بيتم حمله خلال هذه الدوره الدمويه لتسليم. الاوتو ديفيوزز ثرو لانج كابيلاري وول، هنا دخل حصل له ديفيوجن. بعد كده الاوتو از كاريد تو تيشو باوند تو هيموجلوبين، الاكسجين باوند تو هيموجلوبين. وهنا عندي البلاد ستريم ماشي، طول ما هو ماشي عمال يسلم للبودي سيلز الايه؟ الاكسجين اللي عنده، وبعد كده هنشوف بيستقبل ثاني اكسيد الكربون. الاوتو ديفيوزز ثرو تيشو كابيلاري وول، وده ميزه الهيموجلوبين اللي هو الصبغ التنفسي اللي بيرتبط بكفاءه عاليه جدا وبجاذبيه عاليه جدا لكميه كبيره من الاكسجين، لكن في نفس الوقت هذا المركب انستيبل. انستيبل يعني ايه؟ يعني غير ثابت، ويسهل افتكاكه او يسهل تركه ليه الهيموجلوبين عند وصوله لمين؟ عند وصوله لخلايا الجسم، معتمدا على البارشال بريشر ان هنا عالي وهنا قليل، فتحدث عمليه الانتقال او الاكسشينج بتاع الاكسجين. يتبقى الاكسشينج اوف ايه؟ اوف كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد اكسشينج ترانسبورت الجنرال سيركيوليشن، برضه بيحصل له ايه؟ من البودي تيشو، هنبدا هنا من البودي سيلز بقى لان هي دي اللي فيها نواتج ثاني اكسيد كربون عاليه من العمليات الحيويه اللي بتتم باستخدام الاكسجين. لاحظ هنا الاكسجين قليل ليه؟ اللي بيتم استهلاكه باستمرار. فالكربون دايوكسيد هيتم نقله الى الجزء الخاص بالدم اللي راجع للقلب من خلايا الجسم عن طريق ان هو جزء منه بباوند تو هيموجلوبين، وجزء منه بيتم نقله في بلازما الدم، ها ديسولفد ان بلازما، وجزء منه بيتحول الى بايكربونات. ولذلك الكربون دايوكسيد في نقله بينقل بثلاث اشياء او ثلاث اليات. جزء منه بيرتبط بالهيموجلوبين، تمام، يعني CO2 diffuses through tissue capillary walls ثم carried to lung ثم CO2 diffuse ايه ويخرج بره. في اثناء ارتباطه بالهيموجلوبين جزء كبير منه بيتم تحويله مع الميه اللي موجوده في البلازما، ياخد H ويرتبط بيها اللي هي الهيدروجين ايون ويتحول لبايكربونات، وجزء تاني dissolved في البلازما، وبالتالي يبقى عندي ثلاث اليات لاخراج ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون له وظيفه طبعا في وجوده في الدم، لان هو بيحاول يخلي الدم يميل شويه الى القاعديه بتكوين هذا الشق القاعدي، وبعضه بيتحد مع الصوديوم اللي موجود في الدم او البوتاسيوم اللي موجود في الدم ويديني صوديوم بايكربونات او بوتاسيوم بايكربونات، ويحصل ديسوشيشن برضو او انفصال، ويخرج سي او 2 خارج ايه؟ خارج الدم لما يصل الى الرئتين، لان ما بيكونش هنا عندي سي او 2 كتير، هنا كتير ويخرج بره. يبقى دي الثلاث وسائل اللي بيتخلص منهم الجسم عن طريق الارتباط بالهيموجلوبين او تحويله اتش سي 2 او ديسولفد ان بلازما ووتر. يتبقى لنا طلابنا الكرام في هذا الجزء او هذه المحاضره الخطوه رقم 3، قلنا internal external respiration internal respiration، ثم الخطوه رقم 3 اللي هي بقى ايه؟ الاستفاده من الاكسجين. الاستفاده احنا كل ده بنعمله ليه؟ والجاز اكسشينج والترانسبورت وكل القصه دي عشان مين؟ عشان يحصل
الوظيفة الرئيسية اللي هي السيريال ريسبيريشن، التنفس الخلوي. التنفس الخلوي which occurs within the cells، الخلايا الجسم اللي بالمليارات، and involves oxidation of food stuff، عملية أكسدة لمكونات الغذاء اللي احنا بناكلها، اللي بتيجي برضو للخلايا عن طريق البلاد سبلاي اللي بيجي لنا من السمول انتستين بعد ما تم هضم وامتصاص جزيئات الطعام. تمام، عشان اعمل ايه بقى؟ عشان استخدم الاكسجين اللي انا عملت جاز اكستشينج بيه ودخلته تو بروديوس انرجي، ده المحصله النهائيه. انا عايز ادخل اكسجين داخل خلايا عشان اطلع للخلايا دي مصدر للطاقه شكله مناسب للخلايا، بيسمى الـ ATP أو الأدينوزين ترايفوسفيت through a complicated series of chemical reaction، ودي هنشرحها المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى ببساطة كده إن شاء الله، that takes place within the aid of some respiratory enzymes. محتاج هنا بقى respiratory enzymes عفوا اللي هي الانزيمات التنفسية اللي بتبقى موجودة بوفرة داخل الخلايا، سواء موجودة في السيتوبلازم أو موجودة داخل الميتوكوندريا العضية داخل الخلية، present in the cell cytoplasm and mitochondria. طبعا زي ما احنا شايفين هنا ملخص للقصة هنتكلم عليها المحاضرة القادمة، ان انا بدخل الاكسجين للخلايا عشان الهدف النهائي اكسد جزيئات الطعام اللي بتصل برضو الخلايا. فانا عندي داخل ادي خلية من الخلايا، ادي الخلية اهي فيها جزء اللي هو السيتوسول اللي هو السيتوبلازم وزاوت اورجانيلز او ممكن نسميه سيتوبلازم وخلاص، زائد الميتوكوندريا، دول المنطقتين المهتمين بتكوين تكوين مركبات طاقه والاستفاده من الفود ستافس اللي بيتم ادخالها برضو لهذه الخلايا عشان تقوم بالوظائف بتاعتها. العمليه دي تستلزم الاكسجين لان هو هنشوف اهميته في العمليات او الكيميكال رياكشنز اللي بتتم عشان اطلع طاقه. فاللي بيحصل عندي هنا في الجزء الخاص لو كبرنا الخليه دي، خدنا كده الجزء بتاع ادي السيتوبلازم الجزء الخارجي وده الميتوكوندري، دول اللي انفولفد في استخدام الايه الاكسجين خصوصا او بالوضع السليم الميتوكوندريا اكتر. هنا عندنا جزء بيحصل في السيتوبلازم وده بيسمى الجلايكوليسيس، هنعرفها المحاضرة القادمة، باستخدام المركب الرئيسي من مكونات الطعام الثلاثة، احنا عندنا كربوهيدرات وبروتين وفاتس، فالجلوكوز اللي هو المونوساكرايد بتاع الكربوهيدرات بستخدمه عشان اطلع منه حاجة اسمها بايروفيك اسيد وبنتج عني جزء صغير من مركب الطاقة الـ ATP، 2 ATP تقريبا. بعد كده باخد البايروفيك اسيد ده من السيتوبلازم انقله لمين؟ انقله داخل الميتوكوندريا. هنا بقى هيجي سايكل مهمه جدا يسمى السيتريك اسيد سايكل او الكريبس سايكل في بعض الكتب، الاثنين مرادفين لبعض. هيطلع عندي تفاعل كيميائي معين يخرج منه برضو كميه من الاي تي بي ومركبات مهمه جدا ناقله للالكترونات تسمى ناد اتش وفاد اتش. المركبات دي الناد اتش وفاد اتش هي بقى اللي هتعمل الخطوه النهائيه، حاجه اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن اللي هي هيتم من خلالها ايه؟ تمام، اطلاق الكم الاكبر من الطاقه باستهلاك الاكسجين اللي دخل الخلايا من عمليات التنفس الخلوي عشان اخرج ثاني اكسيد الكربون از باي برودكت وميه طبعا، لكن احنا هنتكلم هنا عن ثاني اكسيد الكربون اللي ده هيتركز في السيتوبلازم وبعد كده محتاج ان انا اخرجه بره. كويس، سيل كرييت كربون دايوكسيد ديورينج سيل ريسبيريشن، سو كربون دايوكسيد ليفل ان ذا سيل ار هاير. هنا بقى البارشر بريشر جه عالي منين؟ نتيجه العمليات الحيويه اللي حصلت عندي هنا واصبح عندي لازم اتخلص منه في الجاز اكستشينج اللي شرحناه. السلايد اللي تحتيه برضو بيشرح لي او بيفهمني ان الجلايكوليسيس اللي هي العمليه اللي بتتم في السيتوبلازم دي ما بتستهلكش اي اكسجين، دي تنفس لا هوائي ان ايروبيك، لكن مهمتها تحويل الجلوكوز الى مركبات اصغر اللي هي حمض البايروفيك او البايروفيت، ونتيجه هذا التحلل البسيط ينتج عنه جزء من الاي تي بي تقريبا 2 اي تي بي.
كل ده في السيتوبلازم. خلاص احنا ما عندناش مشكله كده، لكن احنا عايزين، مش عايزين 2 اي تي بي، احنا عايزين كم كبير من الاي تي بي، والاكسجين لسه لغايه ما لعبش الدور بتاعه. فجزء من الجلايكوليسيس هيطلع الكترون كارير اللي هو الناد اتش، يجري بسرعه ويدخل برضو عندي في الميتوكوندري، بس ده برضو جزء بسيط. الجزء الاهم هيجي من الكريبس سايكل اللي خدت البيروفيت هنا عندي، وجوه دايره مغلقه من العمليات الكيميائيه او التفاعلات الكيميائيه داخل الميتوكوندريا اليومن بتاعتها، هتطلع جزء برضو بسيط من الايه، الاي تي بي. الاي تي بي اللي خرج هنا وخرج هنا ده لا يكفي الخليه، انا يهمني بقى الكم الاعظم من الاي تي بي اللي هو تقريبا هيبقى 34 اي تي بي. ده هيحصل ايه بقى؟ نتيجه عمليه الالكترون ترانسبورتيشن اللي بتحصل هنا، او الالكترون ترانسبورت سيستم اللي بتتم في الاغشيه بتاعه الميتوكوندريا، الاغشيه الداخليه، نتيجه ان هي بتاخد الالكترون كارير، ده هنشرحه في التفصيل، وتعمل عمليه نقل الالكترونات واستخدام الاكسجين في العمليه دي عشان تخليق اكبر كميه من الطاقه، دي بتبقى 34 اي تي بي من جزيء الجلوكوز الواحد، واخراج برضو ثاني اكسيد الكربون. يبقى هنا في السيلولار ريسبيريشن الايروبيك، الايروبيك اللي هي فيها اكسجين داخل الميتوكوندريا، والان ايروبيك داخل السيتوبلازم، هنشرحها ان شاء الله تعالى اكثر تفصيلا في المحاضره القادمه اللي هي خاصه فقط، هنخصصها للسيلولار ريسبيريشن وشرح كل خطوه من الخطوات الثلاثه، الجلايكوليسيس والكريبس سايكل والاكسيديتيف فوسفوريليشن او الالكترون ترانسبورت سيستم. دي طلابنا الكرام كان نهايه المحاضره الخاصه بالميكانيزم اوف ريسبيريشن. اسال الله سبحانه وتعالى وادعوه ان تكون محاضره بسيطه مفهومه ميسره، الفضل كله رب العالمين في اي شيء ان شاء الله تعالى يكون مفهوم بالنسبه لكم، واي اخطاء اعتذر عنها، او اي شيء مش مفهوم ارجو ارسال اي تعليقات بخصوص هذا الامر. وان شاء الله تعالى قريبا جدا هاضع باقي المحاضرتين الخاصه بالسيرو ريسبيريشن والكنترول اوف ريسبيريشن ان شاء الله تعالى خلال الفتره او الايام القليله القادمه بعد نشر هذا الفيديو، وارجو ان هو يكون مفيد، وشاركوه مع زمايلكم قدر الامكان على اي وسائل تواصل حتى تعم الفائده، ويكون ان شاء الله تعالى علم ينتفع به لنا جميعا، ونشارك كلنا في الاجر والثواب. واسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم في موسم الامتحانات اللي انتم مقبلين عليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.